رح ننتقل مع بعض لزميلنا عبد الله المجالي من الكيك. عبد الله يعطيك العافيه، رجعنا لك. الله يعافيك لانا وتالا، اسعد صباحكم من جديد. بدايه انا اعجبتني كلمه لاحد المزارعين اللي التقى مع زميلنا محمد عبيدات لما قال الجو قحيطه، بالفعل انه قحيطه، هذا الجو بالفعل انه اليوم قحيطه وصمته كمان. فالحمد لله رب العالمين، محافظة الكرك خلال المنخفض الأخير المنخفض القطبي تساقطت عليه الأمطار في معظم مناطق محافظة الكرك، وتساقطت بعض الثلوج على فترات في لواء المزار الجنوبي، ولكن لم تكن متراكمة بالشكل يعني اللي يعيق الحركة. لكن حدث انجمادات يعني بالأمس واليوم، كان في انجماد على الطرقات. اليوم الحمد لله رب العالمين الجو يعني يميل إلى الاستقرار، الجو غائم جزئي يعني الآن، الشمس يعني قاعد بتطلع وبتغيب من الغيوم. الحمد لله رب العالمين، الأمور عندنا في محافظة الكرك كانت ممتازة جدا، يعني لم تسجل أي مشكلة أو أي حادث يذكر في محافظة الكرك خلال المنخفض الأخير. الآن وتالا أنا بدي أحكي عن الموضوع كل يوم في غاية الأهمية، وهو استغلال وقت الفراغ. فيعني لابد أن يكون يعني عند بعض أو معظم الناس عندهم أوقات فراغ، فيجب استغلال هذا وقت الفراغ يعني في أمور يعني إيجابية وليست سلبية. يعني نحن نقول مثلا وقت الفراغ مثلا ممكن نستغله مثلا بالمطالعة، ممكن نستغله باكتساب مهارات جديدة، وهي يعني ممكن أنه كمان يعني بتزيد ثقة الإنسان بنفسه، وهي المهارات يعني بتساعده في حياته، بتساعده أيضا في مجال العمله. فيجب استغلال وقت الفراغ. دانا وتالا يعني أنا الآن يعني خلفي قلعة الكرك والمدينة القديمة، وهناك مدرسة الكرك الثانوية، وهي من أوائل المدارس في المملكة، وخرجت أجيال ومن كبار البلد والمسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية، في منظر رائع جدا يعني كما ترون أمامكم هذه الكرك والبلدة القديمة وكافة يعني المناطق الأثرية الموجودة فيها. وأمامي هناك في مجمع اللي هو السفريات الكرك القديم، الآن هو مشروع بوابة الكرك، نعم بوابة الكرك السياحية، وهذه يعني راح تعطي يعني جمالية للمنطقة كاملة. أنا الآن في موقع البانوراما مطلة على القلعة وعلى مدينة الكرك القديمة، وهنا بوابة الكرك هذا مشروع بغاية الأهمية، لأنه يعني راح يكون في يعني حديقة، وراح يكون في مبنى من طوابق للاستغلال، وطبعا موقف للسيارات، وراح يكون في مركز انطلاق للسيارات أو الباصات السياحية والباصات السفريات الداخلية. فهو في غاية الأهمية لتنشيط السياحة في محافظة الكرك، وراح يربط طبعا عبر من الممر الشرقي في كافة المناطق أو المواقع الأثرية في مدينة الكرك. شكراً عبد الله، شكراً لك، وإحنا مقدرين كل جهودك بأنه ظرف الجوي والبرد، وعم تطلعوا مع هيك لكل المحافظات وبتنقلوا لنا أول إشي المناظر الحلوة اللي نبلش صباحاتنا فيها. شفنا هلأ قلعة الكرك، وشفنا مع بعض حتى مدرسة الكرك الثانوية. مشكور عبد الله.